هضرتي على الطريقه كيفاش تم الاعتقال ديال هاد الاشخاص هادو. الطريقه هو انه كانوا لي زانفيستيغاسيون بوكو بلي بوسي، كانت يعني اون درنا كاع اللي ممكن خاصو يدار باش نوصلوا لهم. داكور، تم بالطرق ديالنا حنا وصلنا على ان راه الشخص المعين. وهذا بالنسبه للسؤال ديالك، واش كان تعاون مع بلجيكا في القبض على هذه العصابه؟ لا، انا تنقول لك ما كاينش. ثالثا، شنو السؤال الثالث؟ على قانون الارهاب. حنا بور لانستون لونكيت هي عند المكتب الفرقه الخاصه بمحاربه الارهاب. لي زونكيت ما باقين، ونطوندو نشوفو شنو غادي يخرجوا. الا كانت فعلا عندها علاقه، هذا الشخص عنده علاقه بسميتو تمويل الارهاب ولا شي حاجه، راه غادي تحال على الوكيل العام ديالها.